السلام عليكم. اليوم عندنا منشار قرصي ماركة كينج الكورية. قبل أشغل الجهاز راح أفحصه وجال أنا فره، راح نسمع الطقطقة إذن هذا هو أكو تلف بالكمبيوتر. راح أطلع الكهرباء وأفحصه. نعم التلف واضح بالكمبيوتر. بدنا نستخرج البيانات راح نحتاج الى نزيل مادة البوكسي الموجودة بهذا المقطع. بعد إزالة مادة البوكسي أصبحت الأسلاك واضحة. المجرى قابل للفراغ. الطبقة الأخيرة تشبه الطبقة قبل الأخيرة، إذن هذا يبدو مزدوج وينتهي مزدوج. لاحظ أن السلك ملفوف أكثر من لفة فوق رقبة الأرميتشر. هذا هو الارتباط الأخير. راح نستخرج السلك ونشوفه مرتبط في أي مجرى، في هذا الجانب أو الجانب الثاني. لاحظ السلك التابع للجانب الثاني، راح استخرجه حتى استطيع استخراج هذا السلك. هذا الجانب الاول راح نلونه بلون الاسود، النحاسة فقط نقشرها ونفتح النحاسة للجانب الثاني. إذا هذا السلك تابع لهذا الجانب.
هنا تحديد المي يختلف عن طريقة استخراج الميل لنوع يبدأ وينتهي طبق مفرده. هنا راح نأشر المجر فقط نقطة، وتأشير النحاسة مرتبط بها بسلك الأخير فقط نأشر. لاحظ المسار من اليمين لليسار راح نرجع بالعكس، نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذا هذا هو أول مجرى، والمسار من اليمين لليسار تجاه لف مقاب الساعة، هذا حددنا أول مجرى. نرجع النحاسة، الآن راح نحسب 12 خطوة بالعكس، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذن هذا هو الميل، الميل راح يكون هذا الشكل، الميل الأمامي يعني الجهة الأمامية الملف، متأخر 3 1 2 3. نحسب الطبقة الأخيرة 10 20 30 40، 40 تقسيم 2 ويساوي 20، هو عدد لفات لكل طبقة. استخرجنا أحد المجاري حتى نتأكد من عدد اللفات 10 20 30 40 50 60 70 80، 80 تقسيم 4 ويساوي 20، وهو عدد لفات لكل طبقة. صفر 41، صفر 41 يعني جيج 27. أكملنا تنظيف الأرميتشر من الأسلاك، واستبدلنا الكمتيتر التالف. الآن ثبت بيانات اللف، أول مجرى، مسار اللف، اتجاه اللف. الميل الأمامي متأخر 3 1 2 3، هذا الميل الجانب الأول. انتقل الجانب الثاني، أول مجرى، مسار لف، اتجاه اللف. الميل الأمامي متأخر 3 1 2 3، الميل الجانب الثاني. نبدأ اللف، نبدأ بالجانب الأول اللي باللون الأسود، ونروح إلى مجرى قم واحد بالجانب الأول، واللف طبقات مزدوجة من مجرى قم واحد إلى مجرى قم 6. عدد لفات الأصل هو 20، راح نزيد لفة إضافية فيصبح العدد 21 لفة لكل طبقة. نحسب 6 1 2 3 4 5 6، السلك يدخل هنا. نحاس رقم 2 ونرجع لطبقة ثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 3، ننتقل للجانب الثاني ونربط نحاسة البداية للجانب الثاني، ونروح إلى مجرى رقم 1، ونلف طبقتين كل طبقة 21 لفة، 1 2 3 4 5 6، سلك يدخل هنا. حصقنا 2 ونرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى.
نحاصق بثلاث. نتغل الجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 2 ونلف طبقتين، كل طبقة 21 لفة. نحاصق رقم 4 ونرجع نلف طبقة ثانية في نفس المجرى. نحاصق رقم 5. ندخل الجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 2 ونلف طبقتين، كل طبقة 20 لفة. نحاصق رقم 4 ونرجع نلف طبقة ثانية في نفس المجرى. نحاصق رقم 5. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 3. نحاصق رقم 6 ونرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاصق رقم 7. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 3. نحاصق رقم 6 ونرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاصق رقم 7. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 4. نحاصق رقم 8. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاصق رقم 9. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 4. نحاصق رقم 8 ونرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاصق رقم 9. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 5. نحاصق رقم 10 ونرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى.
ناقص رقم 11. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 5. ناقص رقم 10. ونرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. محاصة رقم 11. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 6. ولف طبقتين، كل طبقة 20 لفة. محاصة رقم 12. ونرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. ونربط محاصة البداية للجانب الثاني وينتهي اللف للجانب الأول. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 6 ونلف طبقتين، كل طبقة 21 لفة. محاصة رقم 12. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. ونربط محاصة البداية للجانب الأول وينتهي اللف للجانب الثاني.
هذا أرميتشر ثاني لنفس الجهاز ولكن موديل أقدم. البيانات تختلف عندنا هنا. الطبقة الأخيرة أصغر من الطبقة قبل الأخيرة، إذن هذه بي مفرد من تي مفرد. لاحظ السلك الأخير واضح في الطبقة الأخيرة لا يوجد سلك. نعمل فوف بهذه الطريقة. سلك الداخل للطبقة الأخيرة ملفوف عكس عقارب الساعة. بعد ما ينتهي اللف السلك ما راح يخرج من هذه الجهة، وإنما يخرج من الجهة الثانية للطبقة قبل الأخيرة. فنلاحظ هذا سلك للطبقة قبل الأخيرة، مرتبط بهذه النحاس. راح استخدم السلك ثم نلاحظ السلك تابع للطبقة القبل الأخيرة، ولكن هذا السلك مو تابع لهذه الطبقة وإنما تابع للطبقة هذه. اللف عيدة مرة ثانية، اللف راح يكون عكس عقارب الساعة مثل ما نشوف السلك داخل هنا. نشر المجرى، مساء اللف، جاه اللف. الميل يكون بهذا الشكل، الميل الأمامي متأخر 2، 1، 2.